بعد سلسلة هجمات انطلقتها وأخرى أطلقتها، أعلنت روسيا تحقيق أهداف عسكرية لها على الجبهة الشمالية الشرقية لأوكرانيا تزامنا مع تعزيز قواتها في المنطقة، فيما ردت الأخيرة بهجمات طالت مناطق عدة في العمق الروسي وشبه جزيرة القرم. تتواصل الحرب وتبرز تساؤلات عن مدى التقدم الذي تحرزه أوكرانيا في هجومها المضاد بعد مرور شهرين على انطلاقه، أهو كما تأمله أم يسير ببطء ويواجه مشاكل وتعقيدات؟ للمزيد نرحب بضيوفي من موسكو، الدكتور رونالد بيغاموف الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وضيفي من كييف رمضان أوراق مدير مركز أوراس للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما سيد رمضان، سأبدأ معك من كييف. تقريبا شهرين على الهجوم الأوكراني المضاد، ما هو التقييم الموضوع لهذا الهجوم؟ هناك إجماع بأنه يتقدم ببطء، هل هناك اتفاق على هذا الكلام، على هذا التقييم؟ هل يفشل هذا الهجوم؟ وما هي نوعية المشاكل أو التعقيدات التي يواجهها؟ أشكركم، أظن أن الصوت واضح. واضح واضح. وشكر للضيف من المتابعين الكرام على قناة. الصراحة الرئيس روندا وهو في أوكرانيا في هذه الحرب ودودا وأكد أن الدعم الغربي غير كافي من أجل تحقيق ما سطرته الاستراتيجية الأوكرانية، يعني التقدم في الهجوم المعاكس. يعني تصريح يأتي من رئيس لدولة حليفة بهذا الاعتراف، هذا يعني أن هناك تعثر وهناك عدم دعم كامل وكافي لتحقيق ما أعلن عليه. نحن نفهم أولا أن ليس هناك تغطية جوية للانطلاقة أو الأداء البري للقوات الأوكرانية، في حين أن روسيا لها تغطية جوية مهمة وهي تنتج السلاح وتنتج الذخيرة عموما، وكذلك لديها تغطية بالمدفعية يعني بمرات أكثر من أوكرانيا. هذا السبب الفني، السبب المالي التقني واللوجستي طبعا يؤثر على تقدم القوات الروسية. هناك مواضيع مهمة ذات طابع موضوع علمي ليس مسيس أو له علاقة بالبروباغندا. المعونات والإمدادات الأوكرانية تأتي من العمق الأوروبي عبر كل التراب الأوكراني وصولا إلى الجبهات، يعني أما في الجنوب أو على الجبهة الشرقية، يعني فهي تتعرض جزئيا للقصف الروسي وخاصة ما يخص الذخيرة وما يخص الوقود وكذلك حتى الآليات. يعني هذه كذلك نقطة سلبية في الأداء الذي يأتي من الغرب، يعني الدعم الغربي مكشوف نوعا ما لحسابات معروفة، في حين أن العمق الروسي فهو في تماس مع الإمدادات واللوجستيات، وكذلك كما ذكرت تغطية جوية مهمة لروسيا. بكل هذه المعطيات الميدانية وعدم وصول من الكفاية وما وعد به إلى القوات المسلحة الأوكرانية، كل هذا سيرسم أو سيؤثر على أداء القوات الأوكرانية. الجندي والضابط الأوكراني لديه كفاءة وهو يدافع بكل بسالة على أراضيه وعلى سيادته، بالمقابل لم يجد الدعم الذي وعد به. هذه هي المحادثة التي تؤثر على أداء القوات المسلحة الأوكرانية، في حين أن القوات المسلحة الأوكرانية تظل تقاتل وتقصف وتؤذي وتحرق وتدمر الأليات الروسية، وهذا ينشر عبر الإعلام في أوكرانيا وخارج أوكرانيا. نعم. يعني رغم كل هذه النواقص إن القوات المسلحة الأوكرانية تظل ثابتة وتتقدم ولو جزئيا يعني بتعثر رغم ما قيل، إضافة إلى تنغيم روسيا لمحيط وطوق مهم من الجبهة، جبهة أو ما يسمى خط التماس، وهذا كذلك لديه تأثير على أداء القوات المسلحة الأوكرانية ويؤدي إلى خسائر في الأرواح وفي العتاد الشيء.
طيب هنا دكتور رونالد، هل تعتقد أن الكثير أم القليل قد تغير في الشهرين منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد؟ ما الذي تلاحظه؟ شكرا لاستضافتي، تحياتي للجميع. أهلا بك. أعتقد أنه بالفعل الهجوم المضاد الأوكراني يتحرك ببطء نسبيا من التوقعات السابقة، لأن التوقعات للجانب الأوكراني كانت متفائلة جدا. كان من المفروض أن يصل الجيش الأوكراني إلى شبه جزيرة القرم ويقطع الممر البري بين البر الرئيسي لروسيا والمناطق الجديدة إلى شبه جزيرة القرم، ولكن ما نراه اليوم هو بطء التحرك الأوكراني في الجنوب وفي الوسط، بل الأكس من ذلك، هناك نوع من التقدم التكتيكي للقوات الروسية في اتجاه كوبيانسك في شمال الجبهة. هناك أيضا شكاوى القيادة الأوكرانية من نقص الذخيرة والمساعدات الغربية. لا يمكنني أن أتفق من ذلك، لأن هناك كانت مساعدات والدعم العسكري لأوكرانيا حتى قبل بدء هذه العملية العسكرية، ما زال هذا الدعم مستمر وسيستمر في المستقبل. فيما يتعلق التفوق الجوي الروسي، من أخطاء العملية العسكرية الروسية في البداية لم يتمكن الطيران الروسي والقوات الجوية الفضائية بتدمير كافة منصات الدفاع الجوي الأوكراني، وحتى اليوم الجيش الأوكراني يفتخر عندما ينقل التقارير عن القصف بالصواريخ الروسية مجنحة. وفقا للتقارير الأوكرانية هناك 90% من الأهداف الروسية يتم إسقاطها من قبل وسائط الدفاع الجوي الأوكراني. ربما هناك النقص في الطائرات، والجيش الأوكراني يحتاج إلى طائرات F-16 الأمريكية وأنواع أخرى من الأسلحة. في كل حال من الأحوال الدعم موجود واللا محدود. فيما يتعلق روسيا، هناك نقص في أفراد، لأن حتى الآن روسيا لم تقوم بإعلان التبعية الإضافية أو التبعية الشاملة للقوات. في العام الماضي كانت هناك التبعية الجزئية، وبعد ذلك هناك التركيز على المتطوعين. وفقا للبيانات الروسية الرسمية، 231 متطوع خلال الأشهر الثمانية السبعة الأولى من هذا العام تم تجنيدهم، وجزء كبير منهم طبعا في الجبهة. وهناك اللوجستيات الأوكرانية أيضا، هناك بالنسبة للأوكرانيين من السهل جدا شكل الخط التماس، يسمح للقوات الأوكرانية نقل الوحدات العسكرية والمعدات من قطعان من الجبهة إلى قطعان أخرى في أسرع الوقت مقارنة بالتحركات الروسية. طب دكتور رولاند، قد تكون القوات الأوكرانية أو هذا الهجوم المضاد يتقدم ببطء، يتعثر كما قال ضيفي أستاذ رمضان من كييف، لكن هل تتفق أن هذا الهجوم ربما منع القوات الروسية من تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض، من تحقيق أهدافه بسرعة أكبر؟ وهو كذلك، لأن الدفاع الناشط الذي يمارسه القوات الروسية هو دائما هذا النوع من الدفاع يعطي الأفضلية للقوات التي تدافية عن الأرض معينة. والروس تمكنوا خلال الأشهر الماضية من بناء خطوط واسعة من الخنادق، الخط الأمامي والأول والثاني والثالث، وحتى في هذين الشهرين الماضيين يقولون أنه بنوا وحفروا خنادق جديدة. إذن نحن في حالة حرب الخنادق على غرار ما كان في أيام الحرب العالمية الأولى. ما فارق بسيط، هناك المسيرات لم تكن موجودة أيام الحرب الأولى، والحمد لله
لا توجد هناك الهجمات بالأسلحة الكيميائية كما كانت في الحرب العالمية الأولى في نهر إيبر في بلجيكا وغيرها من الأماكن حيث استخدمت للمرأة الأسلحة الكيميائية. يعني هناك الانتقال من عقيدة الجيش المتحرك السريع التي كانت يركزون عليها في حياة الأركان العامة الروسية إلا التكتيكات والاستراتيجيات الجديدة التي تتفق مع طابع هذه الحرب نعم. التي ستستغرق ربما لأشهر عديدة. نعم طيب أستاذ رمضان، هناك دبابات أبرامز الأمريكية ربما على الطريق، باتريوت من ألمانيا، اف 16 قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية هذا المساء، بايدن يطلب 13 مليار دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا. الجبهة تتقدم أو الهجوم المضاد يتقدم ببطء، لكن حتى تصل تلك المساعدات إلى أوكرانيا وتدخل إلى ميادين القتال، هل الوقت، السؤال الأساسي، هل الوقت لصالح أوكرانيا مع اقتراب الخريف؟ طبعا انتم اظن الصوت واضح؟ نعم نعم. اظن ان انتم اجبتم ضمن سؤالكم بان الوقت لا يكفي، لان عندما ياتي وقت الخريف ثم ياتي الشتاء مع هطول الامطار، فهذه الارضيه لن تسمح للتحرك للمدرعات بنفس الوتيره المطلوبه من اجل تحقيق هذه المساله او هذه الاهداف. ولذلك أظن أن التركيز سيكون على عمل المسيرات، يعني والعمل العمق الروسي باستعمال الصواريخ الذكية التاورز التي ستأتي من ألمانيا حسب ما وعد به الحكومة الفيدرالية الألمانية، وكذلك من فرنسا ومن بريطانيا. المسألة ستأخذ أظن طابعا آخر، هناك طبعا ستكون مقاومة ومحاولة لاختراق الدفاعات الروسية باستعمال الآليات، رغم يعني أنها ستتعثر بسبب الأجواء وبسبب فصل الشتاء، ولكن التركيز سيكون على ضرب العمق الروسي من أجل خلق بعض البلبلة وتحويل المعركة إلى معركة سياسية، جعل الشارع الروسي في امتعاض وفي قلق لكي يؤثر سياسياً عبر الانتخابات او عبر عمل المعارضه او الاعلام الرديء. لكن هل يوجد معارضه حقيقيه في روسيا؟ يعني دعنا نجيب على هذه تلك الاسئله، هل توجد معارضه قويه في روسيا، او يسمح لتلك المعارضه ان تظهر ويعلو صوتها؟ الانتخابات العام المقبل، الانتخابات الرئاسيه في روسيا، تتوقع ان ياتي رئيس غير الرئيس فلاديمير بوتين وهو في السلطه منذ 20 عاما؟ المسألة حتى ولو بوتين بقي على العرش فإنه سيواجه رد فعل من الرأي العام الروسي المعارض لهذا. يعني روسيا معزولة حسب، رغم أن هناك تقدم في ربما في المؤشرات الاقتصادية، ولكن في المستقبل المنظور فهناك ستكون مسائل عويصة ستصطدم بها روسيا كاقتصاد وكدولة وكمؤسسات. وكذلك يجب أن نؤكد بأن الحرب ستكون حرب المسيرات والتقانة والتكنولوجيا، ليس حرب تقليد كانت خلال الحرب الأولى والحرب العالمية الثانية. إذن الأوكرانيون يعولون الحرب ويعولون على نقل المعركة إلى العمق الروسي حسب ما أكد الرئيس زيلينسكي في خطاباته. لكن في المقابل أستاذ رمضان، نتوقع أوكرانيا في المقابل أن يكون هناك رد روسي، وقد يكون هذا الرد عنيفا. بلى، التحركات الروسية على محور كوبيانسك، وخاصة هناك تتواجد يعني تقاطعات للسكك الحديدية التي تقدم الإمدادات واللوجستيات للجبهة الأوكرانية في دونيسك وكذلك في لوغانسك، يعني على هذا الجبهة الشرقية، نحن نتخوف من أن روسيا ستنتقل إلى الهجوم وخاصة على محور كوبيانسك، وهذا أمر خطير لأن روسيا تتفهم بأن أقرب نقطة من الأراضي الأوكرانية إلى العمق الروسي هو إقليم خاركوف، لذلك هي ستحاول أن تعمل المستحيل
للسيطرة مرة أخرى على إقليم خاركوف واحتلاله. وهذا قد ورد على لسان بوتين خلال أظن مع المراسلين الحربيين أو العسكريين، عندما قال نحن سنضطر إلى طوق من أجل تأمين العمق الروسي والأراضي المحتلة التي يعتبرها الدستور الروسي الآن جزء تجزء من السيادة الروسية. هو هنا الخطأ، لأن ربما الهجوم المعاكس أو الهجوم الذي سيقوم به الروس في حال تمكنوا، هذا سيخلق طبعا مشكلة عويصة للدولة الأوكرانية. ولذلك على الدولة الأوكرانية أن تبني استراتيجية استباقية والذهاب نقل النيران إلى الأراضي الروسية على المحور، محور خاركوف بوجه التحديد ومحور كوبيانسك على ما ذكرته. وأكد الضيف الكريم بالتحرك الإيجابي للقوات الروسية على محور كوبيانسك. نعم، ولذلك تم إجلاء المدنيين من بلدات في كوبيانس. أنا أشكرك من كييف رمضان أوراغ مدير مركز أوراس للدراسات الاستراتيجية. أشكر من موسكو الدكتور رونالد بيغاموف الباحث بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية. شكرا لكما.